ولكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنلعب لعبه فيفا 12. وطبعا يا شباب احنا بقالنا كتير مش نزلنا فيديوهات عشان الدراسه والامتحانات وكده يا شباب. وطبعا النهارده هنرجع بالفيديوهات تاني ومع فيفا 12. ولكن النهارده يا شباب هنلعب طور المهنه، وزي ما شفتوا في عنوان المقطع وصورة المقطع اللي احنا هنلعب بفيفا 12 في طور المهنة لحارس المرمى. طبعا يا شباب هنخش دلوقتي على طور المهنة، ونخش كده على طول. طبعا في الواجهة دي بيقول لنا انتوا عاوزين يبقى الشخصية او السوبر ستار بتاعكو او الستارز هيرو يبقى عامل ازاي. طبعا هنا بلاير، وهنا مانجر وبلاير مانجر، هنا لاعب وهنا مدير، وهنا مدير ولاعب في نفس الوقت. طبعا يا شباب هنخش على لاعب، وهيكون حارس المرمى اللي احنا هنلعب بيه في ليفربول يا شباب. طبعا هو الحارس اللي موجود في ليفربول دلوقتي هو بيبي او بيبي او بيبي. طبعا يا شباب هنا في الواجهه دي بيقول لنا عاوزين لاعب كرة القدم بتاعكو يبقى من نوع ايه، لاعب حقيقي ولا هنصنع لاعب، ولا نصنع لاعب في بي. في بي دي يا شباب بيحدد لك هو مهارات معينة على حسب اللي انت هتختاره، ودي انت تعمل فيه كل حاجة انت حر فيها، ودي تستخدم لاعب موجود فعلا في ليفربول. طبعا شباب احنا هنصنع لاعب، وطبعا الشباب معانا بودي. اهلا، انا رأيي انت تعمل محمد صلاح. يا الله. طبعا شباب هنكتب هنا احمد، نكتب الشخصيه بتاعتنا يا شباب. طيب طبعا زي ما انتم شايفين اهو يا شباب كريت الشخصيه هتكون معروفه باسم احمد اهو. هيكون ده الاسم اللي المعلقين بينادوا عليه. يا شباب انزلوا دلوقتي اعملوا لايك، واكتبوا لنا تحت في التعليقات عاوزين نكمل في سلسله فيفا ولا لا، واعملوا واشتركوا كمان اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا كل حاجه. وهتلاقي قناتي تحت في الوصف. طبعا جنسيته ايجيبت. طبعا شباب معانا بولي، بولي ما اتكلمش. وانا كنت بعمل شويه. ده يا شباب نخليه رقم 10، 10 خليه رقم 1 عشان ما تمشي فيه رقم. خليه رقم 100. يا شباب هنا بقى هيكون كده الشباب هيكون بيلعب بالرجل اليمنى ولا اليسرى، هنخليها اليمنى طبعا يا شباب. بتاع الشباب خلصنا، وهنا بقى ده الطول نخليه اطول حاجه عشان يعرف يصد الشباب، وهنخليه خفيف. هنخليه خفيف يا شباب، اخف حاجه بس نخليها اخف حاجه وستة كده، يعني هو اخف حاجه 110 هنزوده 6. ده الشعر يا شباب. انا بقى هديك الشعر. هنحط شعر لايق على حارس مرمى. طبعا في شعر هنا، الشعر ده حلو. لا ده وحش بصراحه. بس شوف الشعر ده حلو، نحط له طبعا شباب هنحط له اللون البني اهو. خلصنا كل حاجة هنا كمان يا شباب، هنخش بقى هنا على المظهر. هنحط الكوتشي، ننزل تحت هنا، نخش على الكوتشيات دي الستيرز. هنحط الكوتش ده يا شباب شكله حلو. حط لنا مش يكون داخل يكون طالع، دي تكون كده. حط جلافز. ثانية يا شباب انا مش حل، انا مش خليت انت مش حاطه حارس اصلا. انا محطيتش حارس عادي. انت حاطه لاعب كده يا طول مش حارس. اهو يا شباب الحارس. دي بقى الجلافزات بتاعت حراس المرمى. حط جلافز، حط اسود. شوف ايه رايك؟ اوه استوي. نحط ده يا شباب
وطبعا ده الكوتش اللي احنا اخترناه، وهنخلي دول كده كلهم كده يكونوا كده. دي لا دي سيبونا منها، نعمل دي البنطلونات هنخليه نحط له كده اهو. طبعا شباب دي بقى المهارات. اهو جمهورنا يفضل بوي، اهو جمهورنا يفضل بوي، اهو جمهورنا يفضل بوي. طبعا يا شباب خلصنا دلوقتي كل حاجه زي ما انتم شايفين، وجهزنا كل حاجه. طبعا هي الشخصيه بتاعتي زي ما انتم شايفين فوق اهو يا شباب، دي الشخصيه زي ما انتم شايفين. ودلوقتي يا شباب يلا نخش نعمل اللي احنا خلص كاريتنا الشخصيه يا شباب. ودلوقتي دوس العقد مع ليفربول يا شباب. طبعا يا شباب دلوقتي خلصنا، ودلوقتي يا شباب هنلعب اول مباراة بشخصيتي. طبعا يا شباب هنلعب يا شباب مباراة ضد البي في بي شباب. طبعا ده هنخش انا بليفربول، والبي في بي اللي هي دورتموند يا شباب. هلعب باحمد اهو يا شباب، وهنخش دلوقتي يا شباب. بصوا ده التدريب اهو، كلنا ليفربول. شفتوا شباب الصد ده اهو، كلنا ليفربول اهو، مش الصد كلنا ليفربول. يا شباب بصوا بصوا احمد، شوفوا النهارده احمد 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 هاش، شوفوا النهارده يا شباب احمد بعرف اصد. جوينا ليفل بوي اها، جوينا ليفل بوي اها، جوينا ليفل بوي احمد هاش يا احمد، عايزين نكسب الماتش. شفتوا شباب يلا نخش. بتاع شباب دي التشكيله بتاعتنا زي ما انتم شايفين، احمد وجون وسواريز والناس دي كلها. وطبعا دي تشكيله دورتموند اهي يا شباب. سواريز طبعا موجود، سواريز موجود عندنا. ايوه شباب بتاع شباب ده الماتش اهو يا شباب زي ما انتم شايفين. انا احمد اهو شوت يا لا زي ما انتم شايفين. طيب شباب انا ممكن اخش العب دلوقتي، هات الكورة احمد بقول هات الكورة بصير بصير يا احمد الكورة. بص يا عم يا اكل اكل يا احمد يلا اكل اتقطعت. حلوة حلوة اتقطعت. اكل يا احمد اكل بس هاي ضرب باي سايب برا تسيد 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 لا ما بحسن كده شايفينها كويس وحيش يا حكم. بتاع شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي في تصدية حلوة الحمد لله. كان في طبعا يا شباب هجمة وتقلبت هجمة مرتدة عليهم زي ما انتم شايفين يا شباب. يلا يا شباب اها يلا في هجمة حلوة اتقطعت اها جوينا ليفل بوي. طبعا شباب كلهم دلوقتي بيبدأوا وفي هجمة جت علينا، هجمة لسه ما اتقطعتش لغاية دلوقتي يا شباب. كجاوة مسك كورة رماها لجون زون دونج، مش عارف الأسامي الغريبة دي يا شباب. جوتز اداها لباروس، باروس ماشي اها جوينا ليفل بوي اها جوينا ليفل بوي. صد احمد حلو يا شباب والله. ايه رايكم يا شباب في المهارات؟ طبعا شباب دلوقتي نزلت هيمولز مسكها كلنا معاك يا احمد. طبعا شباب الجمهور بيشجع اهو، المفروض قاعد بيشجع اهو. جمهورنا ليفل بوي اهو. شوفوا شوفوا الهجمه دي، في هجمه دلوقتي يا شباب علينا. صد يا احمد صد هجمه الحمد لله اتقطعت من سواريز، سواريز قطعها. رايك يا سواريز؟ يا 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 بعيدة يا شباب بعيدة حطيت اتقطعت
حلوة بعيدة. لا دي بقى هجمة مش بعيدة. حلوة يا شباب، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم ايه؟ في شباب هجمة، في هجمة اهي جاية. مصابة. مين اللي اتصاب؟ سواريز. سواريز وات؟ ازاي سواريز اتصاب؟ سواريز اتصاب يا شباب وات. طبعا سواريز اتبدل بإيكلستون، بس ازاي سواريز اتصاب؟ مش شفت الإصابة؟ ماشي. ده يا شباب طبعا دلوقتي دي طلعت بره وهتكون ضربة مرمى لصالح دوترون. هجمة مرتدة يا شباب. كورونا في هجمة اتقطعت عليهم المرتدة. طبعا شباب داخلين، احنا دلوقتي داخلين على خش خش خش. حلو يا شباب تعالوا خش نخ الجول قدام. طلعت بره يا شباب. هنخش على طول اوريكم من قدام على طول يا شباب. لو في هجمة على طول هجري الناحية التانية زي ما انتم شايفين. هجمة على طول وطبعا وشوتها بعيد. يا احمد انت بتشوتها بعيد كده ياه. طبعا شباب زي ما انتم شايفين انا مسكت الكورة دلوقتي. ترقيص بقى وحركات يا شباب. يمشي يا يا اديتها عالية بعيدة يا شباب، بعيدة قوي بس نزلت على حد. نزلت على حد يا شباب ولكن في هجمة دلوقتي جاية علينا. يا رب عدوا نص الملعب. يا رب عدوا نص الملعب زي ما انتم شايفين يا شباب. حاول تصد داخل بس اتقطعت. حلوة اللي هي اتقطعت يا شباب. ولكن اتقطعت بس اتقطعت من واحد بس الكرة راحت لواحد تاني زي ما انتم شايفين. بندر بندر هو يا شباب كجاو. نفسي افهم ايه الاسماء دي يا شباب، اسماء المانيه زي ما انتم عارفين. اوبا حلوه يالا، حلوه يالا، حلوه والله حلوه يا شباب. شباب شوفوا الهجمه دي عشان فيها صده، فيها صده الهجمه دي. الهجمه دي فيها حاجه غلط. حلوة والله الصدة. انت صدت حاجة دخلت يا شباب. شفتوا نفسك على اي صد ده ما صد. شباب انا صديت متأخر بس رميت نفسي متأخر. طبعا شباب العيال اهي داخلة. هخش اوريكم على طول بمنظور اعلى. طبعا شباب اهي هات يا ابني الكورة. يا شباب اخش لكم الكوره اهي. شايفين شايفين المهاره، شايفين المهاره يا شباب. دخلنا دخلنا بس اتصدت. اجري بقى. طيب يا شباب الكوره قدامي على الخريطه. الكوره دخلت جوه يا شباب. لا اتقطعت. حلو يا شباب اللي هي بتتقطع. استنى يا شباب ظبطنا الكاميرا يا شباب زي ما انتم شايفين. منظور احسن عشان نشوف اللعيبه احسن وتشوفوها احسن. جمهورنا ليفربول. جول يا كارلو. شباب دخل جول يا شباب. جمهورنا ليفربول. كارلو مره تقريبا دخلها بس مش كانت ضد دورتموند، بس كان جول اسطوري يا شباب زي ما انتم شفتوا. جول اسطوري يا شباب. بتاع شباب جمهورنا يا باي جمهورنا يا باي باي. جمهورنا دوت الغد.
والله ما سايب المجمع تاني. اها جمهورنا ضد مود ده، زي ما انتوا شايفين يا شباب. جمهورنا ضد مود ده، اها جمهورنا ضد مود ده، زي ما انتوا شايفين اهو. احنا طبعا متقدمين يا شباب، الاستحواذ عالي عندنا. هما طبعا مش دخلوا غير جون واحد ولكن بصعوبه، واحنا برضو دخلنا جون واحد ولكن بصعوبه زي ما انتوا شايفين يا شباب اهو. اهو يا ابني اديها الكره العاليه، يا كنت اديها الكره العاليه، كارول كان هيسددها على طول ويدخل جون. تي 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 يا بول، تي 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 يا بول. زي ما انتوا شايفين احمد، تي في هجمه دلوقتي يا شباب، هي هجمه متوقعه بس طلعوا خارج الملعب ولكن اتقطعت يا شباب، اتقطعت. في هجمه اهو يا شباب، هجمه 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 لينا احنا يا شباب اهو. 18 بتاعهم ولكن عند المساعد لسه، احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش ال 18 غير مره. جمهورنا ليفربول غير مرتين. دخلت ال 18 ولا انفراده بس اتصدت. ليفربول شد حيلك يا ليفربول، ليفربول هاي، ليفربول هاي، ليفربول هاي، ليفربول. شفتوا؟ ايوه كارول بعدها. يا فايبوي يا فايبوي يا فايبوي ايه ده؟ يا كارول فيها كارول، مش كارول اللي طلعها، مش كارول، مش كارول، مش عارف طويل. ايه ده؟ راجل اقرع اللي طلعها، اللي طلعها راجل اقرع عنده الشعر. مين يا يعصب؟ مش حد يعصب في الكوره. يلا يلا خشوا بقى، دخلوا جون يا عم، مش واحد يا عم. يا فايبوي يا فايبوي، شايفين يا شباب ليفربول مسيطرة. يا فايبوي طلعت بره عن طريق ليفربول. جزاء الحكم، ايه يا عم ده بره ال 18 بكتير. جزاء الحكم، انت ما بتفهمش. ايه ده؟ مين بره؟ وقف نص خط ال 18. ماشي ماشي، طلع الشباب اللي طلعها رقم 9. يا فايبوي يا فايبوي يا فايبوي يا فايبوي، طلع الشباب احمد بيوقف بيشجع احمد، مش لاقي حاجه يعملها الشباب. يا فايبوي يا فايبوي، شوفوا الشباب، شوفوا الشباب داخلين المرمى على طول يا شباب. خش يا احمد، خش على طول. لبست اتنين في بعض، ايش احمد كده، احمد كده، ايش كده؟ طب كده يعني؟ اها جمهورنا يا فايبوي، دخل دخل يا بسرعه. طب انت ليفربول، انت ليفربول، يلا دوس، اضغطوا، عظيم ضغط ضغط بتاع الشباب اهو. دخل يا جون، اها جمهورنا يا فايبوي، اها بتاع الشباب. شايفيني؟ بس الطلاقه دلوقتي تتصدى حلوه جدا. شوفوا بس، شوفوا بس، نرجع ورا بس عشان عشان الكره جايه ورا، نرجع ورا احسن لنا، نتقدم قدام احسن لنا، احسن لنا نرجع ورا، احسن لنا نتقدم قدام. عند نقطة الجزاء رجعنا ورا، عند نقطة الجزاء لأن في هنا هجمة، وهجمة مرتدة طبعا علي البضيح اللي سابها، اللي سابها يقع ولا فرشه. حلو، ودي بقى دي مش بقى، انا كنت عاوز اديها بقى. عاش اجي، عاش اجي، حلو حلو حلو، ادوها حد يديها الريال. جول جمهورنا ده حمانا، اها جمهورنا ده حمانا. طب يا شباب فضل كده وننهي الماتش، يلا يلا بسرعه شباب، عايزين ندخل جول، عايزين ندخل. يا فايبوي اه، اللي انت عملته يا فايبوي اه، ده حبيت ماكش طافي اه، جمهورنا يا فايبوي اه. جمهورنا يا فايبوي، دي اخر كوره تقريبا هتتلعب في هذا الماتش، واللي هينتهي بتعادل ليفربول ودورتموند. جمهورنا ضد الرابطة، جمهورنا ضد الرابطة.
يلا يا شباب اخلصوا اتقدموا. يا دكتور ما ده خش يا ابني على طول يا عم سيركس انت مين؟ بص على طول يا جدعان بص على طول بص على طول. انت بتدي فين انت بقى؟ هنا ده حمام مين الواد ده؟ طبعا يا شباب الشوط الماتش خلص بتعادل دورتموند وليفربول يا شباب. وبس يا شباب دي نهايه المقطع، في اللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك وشير وسبسكرايب. شوفوا شباب التصديه دي، ثانيه بس شوفوا التصديه ده كان بيصدها جوه الجول. شوفوا التصديه دي، دي سيبك من دي، شوف اللي هناك اللي هتيجي دلوقتي. أوه. مش دي هي اها جوه يا فرباوي طبعا شباب. وطبعا هنقول لكم مين اللي كسب دلوقتي. بارما كسبت على بلوتون، ومانشستر يونايتد كسبت الليسي، والولفرنهام توب كسب بايرن ميونخ يا شباب. دي حاجه مش متوقعه خالص. وبس يا شباب دي نهايه المقطع، فيعجبوا المقطع مش تنسى اعمل لايك شير وسبسكرايب. طبعا انا كنت بشجع ماشي ما خش. وبس يا شباب سلام.